تتابعوا برنامجكم شكون غادي يستثمر في مشروعي سبيسيال ستارت اب. اكتشفوا المزيد على الموقع innov.inui.ma. انوي معكم كل يوم. الملايين منكم تبعوا معنا في البرايم اللي فات 4 ديال المقاولين اللي جاوا يدافعوا على المشاريع ديالهم. دابا ملي رجعت مقاوله عندي 4 ديال لي زاسوسي كل واحد شرح ليه. وقفوا قدام 5 ديال الشخصيات البارزه في عالم الاعمال والتكنولوجيا واللي اختاروا واش يواكبوهم ولا لا. تبارك الله عليك. 7% مقابل 400 ألف درهم. 50 مليون في مقابل 5% ديال اسهم الشركه. هذا البرنامج الفريد من نوعه مازال مواصل معنا في البرايم المقبل. غادي تكتشفوا 4 ديال المقاولات الناشئه جداد اللي غادي يواجهوا المستثمرين ديالنا. انت من الداخله وي مرحبا بك ضربتي الطريق. السبب هو عماد المستقبل. انا بعدا عجبني المشروع ديالك. المغرب باش معروف بالماكله كان حتى شي حاجه فابور. نعطيكم موعد نهار الثلاث جاي مع برنامج شكون غادي يستثمر في مشروعي على قناة دوزان. اكتشفوا مبادرات إنوي لتطوير المقاولات الناشئة على الموقع innov.inui.ma. إنوي معكم كل يوم.